يقول: ما حكم النساء اللواتي يتطاولن على رجال الهيئة في ساحات الحرم، لأن رجال الهيئة وجهون لهم النصيحة لكنهم لا يستجيبون، بل البعض منهن يتطاولن على رجال الهيئة؟ هذا حرام على النساء. المسلمة جاءت ترجو ثواب الله وجاءت للحرم للعبادة، فكيف تبارز بالمعصية في حرم الله؟ والمعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم. فعلى المسلمة أن تتقي الله وأن تقبل النصيحة، تقبل الحق، لأنها جاءت للأجر والثواب، تريد ثواب الله، فكيف تعمل بمعصية الله وتعارض من يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذا أشد. والمرأة إذا عرفت وعاندت وعرف وليها يخاطب وليها، يقال موليتك، زوجتك، أختك تفعل كذا وكذا، وليها يجب عليه أنه يأخذ على يدها. نعم.